التقرير يعني قام بتشخيص الوضع، قام بتقييم، قام بتقييم في جميع بمساهمة، يعني هذا شيء مهم جدا، بمساهمة جميع القطاعات وجميع الفاعلين وبمساهمة كذلك الخبراء في هذا المجال عن طريق يعني إرسال استبيانات، يعني بعثنا استبيانات للوزارات والوزارات أعطتنا يعني معطيات رسمية على مدى يعني مدى استغلالهم للطاقات المتجددة. في بعض الوزارات أعطتنا احتياجاتهم للطاقات المتجددة، بعض الوزارات أعطتنا إمكانياتهم في التكوين. نحن نعمل جهدنا مع جميع القطاعات وكذلك باش هذه المشاريع يعني تتجسد. يعني مشكل دو غوفيرنونس، 13 مليون طن من النفايات، 60% منهم عضوية، ما نقدرش نخرج منها غاز حيوي، ما نقدرش ننتج منها كهرباء، ما نقدرش ننتج منها حرارة. أي في واد سمار يعني حولناه وخلصنا استثمار كبير، وفي الجانب فيه محطة تولد الكهرباء ب 600 كيلو وات وماش تشتغل لأن ما تقدرش تربط في الشبكة. نقص في المجال التشريعي والمجال التنظيمي اللي لابد أننا نسرع في يعني بإصدار هذه الأحكام وهذه التشاريع أو تطبيق بعض التشاريع الموجودة. كنقيموا لو بيلون الحصيله الطاقويه للجزائر نشوفوا بان 40% حتى 45% تمشي الاستهلاك يكون في مجال البنايات او في مجال يعني في المؤسسات، يعني في هذه من جراء يعني استعمال الكهرباء في الادوات الكهرومنزليه. وباش تكون عندنا نجاعه ويكون عندنا ترشيد في استهلاكها لابد اننا هذا الاجهزه الكهروضوئيه يكونوا عندهم كفاءه كبيره من حيث استهلاك، يعني يستهلكوا اقل طاقه. باش يستهلكوا اقل طاقه وباش تكون يعني احنا يعني على مستوى الدوله تراقب هذا المعدات وهذه الاجهزه لازم يكون مخابر. نفتحوا المجال للمتعاملين انهم يكونوا هما كذلك منتجين للكهرباء، نفتحوا حتى على الميناج على المواطنين انه اللي عنده مكان يقدر هو يحب يركب ويحب يولي هو منتج للكهرباء يقدر ينتج والفائض يبيعوا للمتعامل يعني سون الغاز ويقدر. وهنا لابد علينا كذلك نحضر الشبكه ونبدا كذلك بتصنيع هذه العدادات الذكيه، لان العداد الذكي يعطيك شحال استهلكت وشحال يعني انتجت. وهنا تكون يعني المواطن راح يصبح راح ينتقل من مواطن يعني زبون لسونالتراك لسونالغاز الى متعامل. احنا تكلمنا على التكلفه، قلنا احنا الدعم اللي نعطيوه للغاز الان لازم نعطيو نحيو شويه نقصوا شويه الغاز الدعم على الغاز باش ما نسهلكوش، وهذاك الدعم نعطيه ونحي نعطيه نفس الدعم نعطيوه للطاقات المتجدده. هادو الشباب اللي متخرجين من الجامعات او متخرجين من مراكز التكوين المهني انهم يقوموا يعني يخلقوا شركات صغيره ويقوموا بالتركيب هاد الالواح الشمسيه بصيانه تاعها وتركيبها يعني في اسطح المنازل في اسطح كذلك المؤسسات العموميه التي هي لازم تعطي المثل لاستغلال الطاقات. كل العالم الان راه يمشي الى البطاريه يمشي الى ما وسائل النقل الكهربائيه لا موبيليتي الكتريك، وقلنا احنا لازم نوجدوا الشبكه، نوجدوا الاطر القانونيه، نوجدوا لي نورم باش ولا نبداو بمشاريع تجريبيه حتى نجربوا ونشوفوا كيفاش نكيف كيفاش نوجدوا. لازم توجد توت لافراستركتور دو ريشارج، عده مجالات نقدر نستغل فيها الطاقات المتجدده.